السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو on va faire la correction de l'exercice 12 et l'exercice 13 page 46. Exercice 12. Retrouver la solution du lien. أين تقريبا نبحثوا على واحد المحلول ديال مخفف. On dispose de 4 solutions. عندنا أربعة ديال لي solutions ديال المحاليل S1, S2, S3 et S4. Et de pH respectivement. هاد التوالي عندنا 3 هي S1, عندنا 7 هي S2, عندنا 8 هي S3 وعندنا 11 هي S4. Premièrement, classer ces solutions en solutions acides, neutres et basiques. Et نرتب ليا هاد لي solution بفينوم الاسيد او فينوم الحمضي وفينوم القاعدي وفينوم المحايد. اذا بالنسبه لنا بغينا نكومباري نكومباري واش نكومباري لي فالور. هاد لي فالور هادو 3 7 8 11. هنا دابا في نظركم باش قسنا هاد البي اش، اذا هادو سون دي اونتي ناتوريل، اذا الاعداد صحيحه طبيعيه، اذا استعملنا لو بابي بي اش. اذا بالنسبه لنا حنا نشوفوا دابا لي زاسيد شكون هما لي زاسيد، هما اللي عندهم انفيريور بي اش انفيريور 7. شكون هما اللي عندو انفيريور 7؟ اذا اس 1 عندو 3 انفيريور 7، اذا اسيد، اذا هنا اسيد. شكون هو اللي عندو نوتر؟ هو اللي عندو 7 هو اس 2، والاخرين 8 و 11 اس 3 اس 4 سون بازيك. اذا لي سوليسيون اسيد اس 1 بي اش تيغال 3 انفيريور 7، اذا اس 2 لان بي اش 7، عندنا هاد لي سوليسيون سون سوبيريور ا 7، اذا هما لي بازيك. اس 2 اس 3 عندها بي اش 8 و اس 4 تاعها 11، هادو اصغر من 7 هادو كبر من 7 وهادو تيقال 7. هاد لي زاسيد هاد السؤال سهل. دوزيامون اون ديلي دو سي سوليسيون اي اون تيان اون بي اش اس 5 دو بي اش تيقال 6. اذا هنا شدينا هاد لي سوليسيون درنا ليهم ديليسيون، درنا ليهم تخفيف. إذا ملي درنا ليهم التخفيف عندنا عندنا لا سوليسيون لي نديرو التخفيف ديالها، من بعد يعطيوها لينا شمن سوليسيون. هنا بروميييرمون درنا التخفيف، تيقول كومون بوسي طون بور رياليزي سيت ديليسيون. إذا كيفاش نديرو هاد الطريقة ديال هاد ديليسيون كومون بروسيدي؟ بروسيدي هي فسر لينا كيفاش دير. حنا لا ديليسيون علاش نديروها؟ تنديروها بوغاش pour diminuer l'acidité. لان بي اش تيكال 6 راه اسيد هذا. دابا حنا نبقاو نهضروا على الاسيد، ما نهضروش على بازيك، هذا راه اسيد. بالنسبه للسؤال parmi lesquels on obtient l'addition، اذا نخليو هذا السؤال دابا ونجاوبوا على هذا كومون بروسيدي. اذا هذا بالنسبه لنا البروسيدي رياليزي هو ان خصنا نفيرسيو لا سوليسيون الو، ديما خصنا نكبوا لهذا المحلول على الماء ماشي العكس. هي هادي بوغ اش بوغ ديمينيي اش لاسيديتي اي دون لو ديستيلي بوغ اوبتونيير ان اس 6. اذن لو بروسيدو دو رياليزي لا ديليسيون سي دو فيرسي ان دي سوليسيون هاد لي سوليسيون ا لو ديستيلي بوغ اوبتونيير لا سوليسيون اس 5 دو بي اش 6. اذن هنا ملي تنديرو ديليسيون راه تنفيرسيو لا سوليسيون على لو. اذن حنا واش كبينا درنا لو لا سوليسيون ا لو، لا سوليسيون ا لو، واش درنا اس 1 على لو، واش اس 2 على لو، واش اس 3، واش اس 4. اذا هنا هادي البوسيدي بي parmi les solutions اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 laquelle était diluée pour obtenir اس 5. شكون هي اللي درنا ليها لي ديليسيون باش نديرو اش هاد اس 5؟ هاد اس 5 كيدير اسيد، اذا راه خصنا هنا ناخذ واحد الاسيد. هما خدوا واحد هو هذا اس 3، هو هذا اس 1 اس 1 اس 1 لان عندو 3 في البي اش. اذا مثلا نشدو هاد لا سوليسيون اس 1 نديرو ليها ديليسيون. الا درنا ليها ديليسيون في نظرك البي اش ديالها شحال؟ تكون 3. اذا لاسيديتي ديميني والبي اش ديالها اوغمونت طون فيغ اش طون فيغ 7. اذا تبقى دير 3 4 5 اكسيترا 6. اذا هي اس اه هي اللي درنا ليها ديليسيون. اذا نكتبو بوغ اوبتونيغ لا سوليسيون اس 5 هي هادي، كي دير هاد اس 5 كي هي اسيد هاكا،
il faut diluer une solution acide. خاصنا نديليو واحد solution acide. شكون هاد لا solution acide؟ راه هي S1. إذن une solution acide qui est S1 pH égale 3. Car on dilue une solution acide, le pH augmente. إذن هنا on dilue une solution acide, le pH augmente. إذن هنا le pH augmente. ها هي دابا كان 3 تولي 6. بالنسبة لهنا بالنسبة لي أسيد. هنا بالنسبة للإكزرسيس 12. نمشيو للإكزرسيس 13. استيماسيون دي بي اش دي سوليسيون. تقريبيا البي اش ديالها التقريبي ديالها. عندنا هنا البي اش متر. عندنا واحد اكسبيريونس. بريميرمون ريديجي كالك لين بور اكسبليكي لا مانيبيلاسيون ريبريزونتي باغ لا فوتو سي دو سي اي بريسيزي لا فالور دو بي اش دو لا سوليسيون كونتوني دون لو بيشير. اذا بالنسبة لهنا كيفاش نديرو هاد البروسيدي؟ شدو واحد لي بيبات واحد الأداة تنفيرسيو ان بو ان غوت ديال هاد لا سوليسيون في هاد البابي بي اش. هاد البابي بي اش ال بران ان كولور حتى الرقم المقابل ديالو اللي تناخذو. مثلا جات اللون هنا، مثلا جا اللون هنا تناخذو ان، جا اللون هنا تناخذو دو، تنقارنو. هادي شويه ديفيسيل بالنسبه للبي اش متر حسن، ولكن هنا قالك استعملنا بابي بي اش. اذا اون ريديج هاد المانيبيلاسيون نكتبو اون بريليف اون غوت. تناخذ واحد الغوت دو لا سوليسيون كونتوني دون لو بيشير اي اون لا ديسبوز. نديروها في واحد المورسو ديال البابيي بالنسبه لينا. بوي اون كومبار سا كولور افيك لي كولور دي دي كولور تيموا دي بواط دو بابيي بي اش اي اون نوت لا فالور دو بي اش كي اي ان. تقريبا هذا راه تيسوا تقريبا ان. درتي ان دو هذا ماشي مشكل. إذن سا كولور افيك لي كولور تيموا دي بواط دو بابيي. إذن هنا تنقارنو هما شدو هذا دارو، ولكن الحقيقه اللي تناخذوها غوت. إذن بوي اون نوت لا فالور دو بي اش كي ان. دابا عندنا ان هذا راه تيكومبار هو ان. إذن بالنسبه لينا حنا هما شدو غمرو، ولكن حنا بالنسبه لينا التجربه اللي تنديروها تنبقاوش هاد لا سوليسيون ما تنبحال نضيعوهاش، لان الا درتيها صافي خصك تحيدها. حنا لا تناخذو سوليسيون تنخدمو بها تناخذو اون غوت، من بعد تناخذو اون غوت مثلا ما نجحتش التجربه تنعاودو ثاني التجربه ناخذو اون غوت. ولكن اون فوا درتي هاد لو بابي في السوليسيون صافي خصك تحيدها. حنا تناخذو واحد اون غوت تناخذوها في واحد البيبات تتسمى بيبات، واحد تمص لينا شويه هذاك اون غوت ديال لا سوليسيون. دوزيامون l'expérimentateur elle était de l'expérience versé avec précaution une grande quantité d'eau versa une grande quantité d'eau dans le bécher et mesure le pH de la nouvelle solution. Il est nécessaire de nous avoir versé ou on a تقريبا حنا تنفيرسيو la solution على الماء هو هاد بان لي هي البي اش ديالها خطيره ما خصناش نفيرسيو، خصنا نفيرسيو ديما لا سوليسيون على الماء. اذا كاينه كونتيتي كثيره ديال الماء. كومون ابيلتون سيت اوبيراسيون؟ هاد لابيراسيون اللي درناها وهي لا ديليسيون اي تخفيف. اي ديما ملي تنديرو لا سوليسيون على لو، اذا ملي تيكون لو تيكون لا ديليسيون وهو تخفيف. سيت اوبيراسيون ابيلي لا ديليسيون هو تخفيف. اذا بالنسبه لينا هنا بالنسبه لينا هنا بي كيل سوغا لا كولور بريز باغ لو بابي انديكاتور دو بي اش يسوفي تا ريبونس. اذا بالنسبه لينا هنا الى دار عفوا بالنسبه اللي دار لينا لا سوليسيون على لو ميت تكون ديليسيون بين البي اش ديالو هو اللي كان مثلا درنا هنا الكولور واحد درتي واحد جوج ماشي مشكل. بالنسبه لهنا واحد اش نقولوا ان لاسيديتي هنا اش توقع لها لاسيديتي اش ديمينوي والبي اش اوغمونت. اذا هاد البي اش ديال هاد واحد راه طونفيغاج طونفيغسات هاي غادا 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 تمشي لسات. اذا هاد لا كولور كي داير هاد لا كولور تيكون لا كولور هو جون. هما ما حدوش اللي قال لك تقول لي طونفيغسات صافي راه هادي راه صحيحه يعني تقريبا. واش تكون 4 واش تكون 3 واش تكون 3 واش تكون 5 واش تكون 6 حسب لا كونتيتي اللي خاصنا ما عطاوهاش لينا. اذا قال لك هو ان غران كونتيتي. اذا طون فيغاج طون فيغسات لا كولور اي جون. اذا
La couleur prise par le papier indicateur de pH, la couleur jaune. Et le pH se rapproche de 7. L'expert a versé une grande quantité d'eau. Ça fait. Il y a la couleur prise par le papier indicateur de pH et jaune. Mais le si on a dit que nous avons les couleurs. Tu dis que c'est jaune, c'est vert ou c'est bleu. Nous avons un indicateur coloré. C'est le BBT. Bleu de bromothymol. Nous avons dit que nous avons trois taux. Le bleu de bromothymol. وهو واحد السائل وكاين البابي بي اش وكاين البي اش متر هذوك نحيدو هذيك ديال لا كولور لان الكولور راه تيقول لك هادو تيكون جون هذا تيكون فيغ وهذا تيكون بلو كنا تنديرو حنا ما تنديروش بابي بي اش نديرو الكولور اي اسيد تيعطينا جون بازيك تيعطينا بلو وهاد النوتر تيعطينا فيغ هادو هو هذيك الطريقه الاولى هادشي علاش هما قال لك هنا جون اذا جون لو بي اش دو لا سوليسيون اوبتوني سو ابروش دو سات كار ليكسبيرمونتاتور فيرسي ان كون كونتيتي دو دون لو بيشير هذا كل ما لدينا بالنسبه لهذا ليكزارسيس 12 ليكزارسيس 13 او فوار ا لا بروشين.